سامحيني يا ملك، اللي انا عملته دفعت ثمنه غالي قوي. عارف ان وجودك بقى دلوقتي بيضايقني وبيعكن عليا؟ انسان يا زياد، روح شوف اللي انت كنت قاعد معاه. اللي انت شايفه ده هو تاريخي مع ملك، اللي هي بتحبه واللي هي بتكرهه واللي بتخاف منه واللي بتحلم بيه كمان. ازاي عرفت ان انا بحب تشيز كيك فراولة؟ فاكر ان طلاقك ليا ده هيديك الحق انك ترجع لها او تدور عليها تبقى غلطان؟ انا مدحت جوز اختك مريم، فاكراها؟ ملك فقدت الذاكره. عرفت منين ان انا هنا؟ طب انت عايز اعرف انت فين؟ بلعب على بنت واختها. ده انا عايشه معاك بس عشان خايفه تروح تقول لاختي حاجات ما ينفعش تعرفها. بجد قلبي معاك. وجاب هديه حلوه ولا ايه؟ انت اتجننت؟ واضح ان انت ما بتفرطش في الفرصه الثانيه ابدا. فرصه ثانيه يومياً السادسة بتوقيت السعودية على NBC دراما. رمضان يجمعنا، بس خليك بالبيت.